لن تتمكن من احتراف الغناء في مصر إذا لم تحصل على العضوية في نقابة المهن الموسيقية، وطبعا بعد أن تجتاز اختبارات أمام لجان منتقاة من أمهر الملحنين والموسيقيين. لكن هل يكترث الجمهور بأنك تحمل البطاقة النقابية؟ ها هو حسن شاكوش عندما نشر أغنيته بنت الجيران حصدت 500,000 مشاهدة على قناته الشخصية على يوتيوب، وهي بسيطة عبارة عن سكر محلي محطوط على كريمة. مع ذلك أتى حسن شاكوش بجنزه الممزق على الموضة، ها هو برفقة أصدقائه ومدير أعماله، وانتظر دوره حتى استدعته اللجنة الفاحصة للمقابلة. أيضا بعد أن خرج من هذه الغرفة من الفحص قابلته قناة فيتو بعد خروجه مباشرة من الامتحان، سألته ماذا حصل معك؟ في اللجنة بالضبط. الحمد لله والله الحمد لله كويسة، واحنا مبسوطين جدا والحمد لله ان شاء الله خير اللي جاي ان شاء الله. غنيت ايه؟ غنيت اي دمع حزن لا الاستاذ عبد الحليم حافظ، وغنيت بنت الجيران طبعا. اعضاء النقابه بعتوا لنا واحنا احترمنا القرار واحنا جينا، ودي حاجه بتاعتهم هم. لكن لم ينجح حسن بالعضويه العامله في النقابه، واشيع ان السبب انه لم يقرا ولم يكتب ولم يحمل يراعا او دفاتر. لكن الملحن صلاح الشرنوبي عضو اللجنة الفاحصة، ملحن شهير جدا، يقول عن حسن صوته حلو ونجم. فكرة أنه ما تعلمش دي حاجة ما تخصناش، بترجع لمجلس إدارة النقابة. حسن شاكوش لا يرتقي لمستوى العضوية العاملة، ولكن ينفع يغني في كورال، وما ينفعش يبقى عضو عامل، لكن سيحصل على تصريح بالعمل في مصر. طبعا هناك معجبون كثيرون لحسن شاكوش، هناك منتقدون له أيضا. يقول أيوب زاهر مش معقول استبعاد حسن شاكوش من عضوية نقابة الموسيقيين لعدم إجادته القراءة والكتابة، هذا ظلم وتعسف. أما خولة بن طاهر فتقول إحنا اللي ما يعرفوش يكتبوا ويقروا نحطوهم وزراء في تونس، ظلموك في بلادك سي شاكوشة. أما يوسف يقول لما حسن شاكوش يغني شرب وحشيش وبنت الجيران وبسكوتة والكلام الهايف ده وما يعديش في امتحان النقابة لأنه ما بيعرفش يفك الخط ويخلوه يكمل الغنى، فاعلم أن نحن في دنيا آخر زماني، ويا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أما بالنسبة للقاء، هكذا تسمي نفسها لقاء، تقول لقاء بعد أغنية سكر محلي وعود البطل وبسكوت مقرمشة حسن شاكوش راح يخلي هاني شاكر ينهار ويترك النقابة ومصر كمان. أمين شاكوش فنان عصامي، وكانت هناك الكثير من الأمثلة في الزمن الجميل، ونجحوا لأن فنهم كان شيء جديد ويحاكي ويجاري جيله، وهذا ما وجدوه في شاكوش. إذن شاكوش فهمنا أنه سيتابع في الإنتاج الفني، ورأى أن السكر المحلي المحطوط على كريمة ينقصه شيء واحد، ألا وهو بسكوتايا مقرمشة، وهذه هي. الأغنية نشرت على يوتيوب خلال 5 أيام فقط، حققت أكثر من 60,000,000 مشاهدة. كيف يفسر شاكوش هذا النجاح؟ استنى. المهرجان حققته وصل 60,000,000. الرقم ده بيمثل لك إيه؟ أو إن أنت كل مهرجان تنزله ما بتخ... يعني مش أقل من 20,000,000 30,000,000، الكلام ده كله. ده بيجي منين؟ بيجي من نعمل عند ربنا الحمد لله، ربنا مشاور على الواحد. ربنا مشاور على الواحد. شكرا لمشاهدتك تريندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.